تبرع بالأعضاء، هذا موضوع أثار كثير من اهتمام الصحافة، اهتمام الفنانين، وأهم الفنانين في مصر صرحوا عن مواقفهم. شنو موقف أبلة فهيتة من التبرع بالأعضاء؟ أماش أنا مع طبعا التبرع بالأعضاء، أصل الواحد يا أختي وهو في القبر هيعمل إيه بعينه ولا كلويه؟ بني آدم تاني أولى بالأعضاء من الدود. وبعدين الواحد يتبرع يمكن ربنا يا أختي يغفر له شوية من الذنوب اللي عليه. إن لجأتي إلى هذا الإجراء، بأي عضو تحديداً ستتبرع أبلة فهيتة؟ بقلبي. الله يسلم قلبك. طيب، يعني أنت مع ظاهرة استئجار الأرحام الرحم؟ هسه صار موضوع تأخر الزواج منتشر بين النساء، ويفكر الكثير منهن باستئجار الرحم. لا طبعاً، أنا ضد الموضوع ده نهائي. هو إحنا لسه ناقصين خلفة وعيال؟ روحي يا أختي تبني واحد من الموجودين، ربي أحسن لو نفسك في عيال.